في الحقيقه المرض هو لازم يمد اعراض. لوندوميتريوز مرات لو دياغنوستيك تاعها يفوخ تويت، مرات ما تمدش اعراض. يا دي ستاد في لوندوميتريوز البحث على عفسه معينه اللي نفيقوا بها بلوندوميتريوز، ومرات يكونوا عندها اعراض كبيره بزاف، يا خاصه الالم كي دي اوندوميتريوز دي لا دولور الالم. علاه مرات الناس عندهم النساء كاين عندهم اوندوميتريوز ما يسمو فيها كاع، وما على بلاش بلي عندها باطانت رحم مهاجره. السبب اللي يخليها يكون تعرف بلي عندها باطانت رحم مهاجره هو البحث مثلا عن الاولاد، اون انفيرتيليتي بريمير اوب ليكوغرافي الاولى اون طوم سي اوندوميتريوز. مرات نو، مرات من قبل بما انه هي لا ترونش داج تاعها بين 25 ل 35 سنه تقريبا، دونك تقيس من المراهقات حتى النساء اللي في قمه الشباب اللي راهم في لا فاز دو بروكرياسيون الانجاب الخصوبه كي دير الخصوبه والانجاب. دونك قادر لو برومي موتيف لا دولور دولور اثناء العلاقات مع الزوج، ومن بعد الام اثناء الدوره. ما نقدروش نعرفوا كيفاش لا دولور. مرات تكون يا تخوجان يعني تكون لاباس بها، دير لو بروميير انفون تزيد دير لو سيزاريان، وناكد على سيزاريان لانه لي سيزاريان من اسباب لوندوميتريوز باريتال لي نودول اللي يجوا في لا باغوا كاينين بزاف فوق ما تخيلي. او تجي تقول لك عندي واحد العفسه هنايا تخرج لي وتكبر لي شاك سيكل. وكاينين اللي هاد لا مالادي تولي انديكابونت ما يتحركوش لهاد الدرجه. مرات في بعض الحالات تولي انديكابونت سون دي فام اللي نضطروا، يا دي فام اللي نضطروا نحيوا لهم المبايض كاريمون للدرجه قليل جدا من الدرجه. تكلمتي على الالم، احنا نعرف كل النساء تقريبا يعانين يعني من الالم اثناء فتره الدوره الشهريه. كيفاش تختلف الام المرتبطه ببطانه الرحم المهاجره عن الالم العادي الدوري اللي تعرفه المراه؟ الالم تاع لوندوميتريوز تقريبا ما يتجاوبش مع كاع العلاجات تقريبا، قد ما نمدوا لي زونتي انفلاماتوار ما ريبون با الم شديد. والمشكل انه ما نقدروش نعالجوا باسكو العلاج على حساب لو موتيف دو كونسلتاسيون. على بالك قلت لها يتعايشوا باسكو ما تبراش. لهذا قلتي ما تبراش علاج. على بالك كيفاش تبرا؟ تبرا كيروح الاستروجين، كيروح هرمون الانوثه وقودها الاستروجين، وقودها طول ما راكي انثى، طول ما راكي تنجبي، طول ما كاين استروجينات في جسمك، طول ما عندك اندوميتريوز وتزيد وتهبل. وكيفاش يحبس الاندوميتريوز؟ بس الياس. لما تروح الاستروجين، لما يحبس الاستروجين تقدر تبرا لنا الاندوميتريوز.